يا بني، إن جئت مجلسا فحيي بالسلام، وإن جلست فاجلس باحتشام، وإن تحدثت فانتق الكلام، ولا تبين للناس أنك العلام، ولا تسأل عن وجهة من قام، وإذا نمت فاختر عالي المنام، ولا تأكل وتشرب في الظلام، لعل فيه بعض من هوام، وإن عملت فاعمل بانتظام، ولا تتمايل، بل امشي باستقام، حتى لو كان مشيا بازدحام، وصاحب الناس غير اللئام، وعاشر من كان بطبعه الوئام، ولا تأمن النفوس السقام، ولا تعطي السر في هذه الأيام، واسع لما لنفسك من مرام، واطفئ بين الناس من ضرام، واقسم ما حكمت فيه بالتمام، وخف من الله مسير الغمام، فمن يرجوه أبدا لا يضام، واشكره على كل النعم، وكن معه في صلاة وصيام، وتصدق ولو في كل عام، بالمال كان أو بالطعام، واقض الحوائج في كتام، ولا تخن في الحب والغرام، واتق الشبهات لعلها حرام، وإن أحببت فلا تكثر الهيام، فحكم العقل واترك القوام، والخير كثير عند ذي المقام، وعلم بنيك أفضل العلام، عسى أن تشد فيهم الهمام، ويكونوا جنودا للخير ضغام. الحق والصدق هذا الوسام، والعفو والإحسان عادة الكرام. وإذا أردتم المزيد من روائع الكلام، تابعونا على دار الحكمة يا كرام. وفي الختام لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.